صباح الخير يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة. بعتذر على التأخير اللي حصل وإني أنا غبت عنكن شوي، وبتشكر كل الناس اللي سألت عني. بس مثل ما بتعرفوا يعني الدنيا صيف والواحد شوي مشغول، وعم بعمل كذا شغلة جديدة إن شاء الله بحكي عنها متى ما صارت هالأمور كلياتها جاهزة. منرجع طبعاً للقسم الأخير من رحلة جورجيا. نحن هون بالأوتيل، حبيت أعملكم جولة بالأوتيل وارجيكم شو فيه. طبعاً هذا الهول موجود بالأوتيل، حورجيكم الأقسام الموجودة مع بعض. الإطلالة كانت جداً حلوة وظريفة. وقت رحنا كان الطقس كتير حلو وكتير ظريف. طبعا أنا بوعدكم فيديوهات إن شاء الله قادمة حلوة كتير، لكن والله هيك شوي الصيف شغلني وعم حضر لكذا شغلة جديدة. هون طبعا الفطور تبع الاوتيل، يعني قال انا على اساس فايقه غصبا عني وقايمه، والله طلعت بالاكل كله يومي ما خليت شيء. قال عم الا للمسؤوله، قلت له والله صعب الواحد يفيق يفتح عيونه ودغري ياكل. قامت اطلعت هيك قالت لي ايه صحتين بس، يعني حاطه كل هذا وانت كمان مستصعب الامور. لاحظوا مي وقهوة وأورنج جوس وبطاطا وبيض، ما خليت أكلة ما حطيتها. وكمان حورجيكم هون غرفة الرياضة. ما حكذب عليكم، أنا بهاي الرحلة ما كنت عم بلعب رياضة، بس إن شاء الله حورجيكم بعدين شغلات كتير حلوة وكتير ظريفة، وأكيد رح أعطي النشاط والدافع لكل الأشخاص والمتابعين والأصدقاء والأحبة أكيد. طبعا كل اوتيل بدي نوه انه طبعا بيكون مرفق بجيم، لانه في ناس كتير بتحب تضل محافظه على جسمها ولياقتها وصحتها، وهذا الشيء طبعا ضروري ومهم لكل واحد انه يتبعه كل يوم. انا بقول طالما الواحد يوميا عم ياكل فيوميا لازم يلعب ولو على الاقل يعني 30 ل 40 دقيقة، يعني هذا الحد الأدنى. وإذا كان يعني الزلمة داير باله وعين الله عليه لا يلعب أكثر من هيك أكيد، بس الرياضة نشاط وصحة وحياة. مثل ما شايفين حاطين كل الأوزان، حاطين ماكينات، في ماكينات للمشي، حتى يمكن كان في ميزان إذا ما كنت غلطانة، ماكينات للأبر بادي، ماكينات لللور بادي، يعني شو ما بتكون، يعني ما في اكسكيوز لأي حدا انه ما يلعب رياضة. انا هون كنت عم جرب اني افتح الباب لكن كان مغلق. لاحظوا قديش في ماكينات، ما في حدا كان عم يلعب يوميتها، يعني هذا الأمر كان شوية هيك محزن بالصراحة، يعني إنه الواحد عنده القدرة إنه يكون عم يمارس الرياضة وكذا بس ما في حدا كان بالجيم. المهم هون رح ننزل نكمل الجولة باللابي تبع الأوتيل، نورجيكم كيف شكل هالأوتيل. الغرفة اللي أنا كنت قاعدة فيها كانت عبارة عن ما بعرف شو بيقولولها، بس يعني هي غرفة بس كمان فيها مطبخ، فيها غاز، فيها براد، يعني براد منيح منه صغير، وشو فيها كمان وهيك يعني مثل الصحون. يعني أنا أول مرة بقعد بهيك غرفة، طبعا لا طبخت ولا عملت شي، بس كان فيها مايكروويف
بتذكر انه رحنا هيك اكلنا تعشينا، بس كانت الوجبة كتير كبيرة، يمكن اكلت نصها واخذت نصها تاني يوم حطيته بالبراد، ما توقعت اني اكلها، بس من كتر ما مشينا وفتنا يعني وصلت للمساء، هل كاني تعبانة ما لي قدراني، اما طلعت هالوجبة وسخنتها، قلت خلص ما لي طالعة من البيت، خلص خليني قاعدة، ما لي طالعة من الاوتيل، خليني قاعدة ومرتاحة. طبعا الاوتيلات بتكون مرفقة بكافيات، فيها مطاعم، فيها بارات، طبعا مثل ما شفنا في الجيم، في المكان طبعا اللي اكلنا فيه البريكفاست، يعني كل شيء فيه. هون طلعنا يعني عجبوني اهل جورجيا، شو بيحبوا البسط والرواق. بتلاقي بيأجروا هدول اللي مشفتون مثل الموتورات الكبيرة، هدول مثل التاكسي، يعني بياخدوكم جولة مع موسيقى مع كذا، يعني عن جد شيء كتير حلو وكتير ظريف. هون كان في مهرجان للجاز بحديقة، يعني قد ما بوصف لكم الكبر تبع هالحديقة ما بتصدقوا. المهم كانوا عاملين الناس ما شاء الله، شو صحاب مرق جايبين خيام وقاعدين وجايبين معهم أكل وكل شيء من مجميعه، كتير 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 كان الجولة بهاي الحديقة حلوة، واستمعنا للجاز شي بياخد العقل. صور متفرقة من المدينة، ولكن الحلو، ولكن أنا اعذروني نسيت اسمها، في بناء هو عبارة عن مول، شكله مثل البناية وطبقات، يعني طابق أول تاني ثالث رابع، طبقات كتيرة. من برا شكله مثل البناية، من جوا هو عبارة الطابق الأرضي كلياته مطاعم وأكل، مطاعم شو بيخطر ببالكن مطاعم بتلاقوا، يعني من الشرقي للآسيوي للفلبيني، كل شي كل شي كل شي بيخطر، للأمريكي كل شي. بقفى البناء بتلاقوا هذا المنظر، وهيك قرنة للتمشاية طويلة كتير وتمشاية حلوة، ويعني منظر خلاب على الآخر. ومن منطقة للتانية بتلاقي بتجي يا أما مثلا مطربة بتقعد بتغني، الناس بتمارس الرياضة على السكوتر على البايك بيتمشوا، يعني شو بدي أوصف لكم، أنا ما تخيلت هالمنظر إني لاقيه بقفى هذا البناء المول اللي خبرتكم عنه، منظر نمبر ون سياحي بجورجيا. يعني أنا برأيي جورجيا، يعني والله أغلب الولايات اللي أنا زرتها الصراحة جدا حلوة وجدا جميلة، بس يعني هيك في أماكن بتحسها الأقرب لقلبك وهي هي جورجيا، يعني أنا ما تخيلت الجمال اللي فيها. مثل هون مثل ما أنا شايفين في مطربة عم بتغني، هاي هون جوات المول، ورجيكم هيك جولة شو فيه. رحنا يوميتها لأنه قبل بيوم أنا كنت أكل اللوكل فود. اللوكل فود للصراحة تقيل، يعني بيوجع المعدة، أنا ما قدرت عليه. فتاني يوم قلت له لزوجي بليز بدي أكل أكل خفيف، فيوميتها أكلنا فو اللي هي عبارة عن سوب مرقة. قلت لهم أنا حتى لكل الشغلات اللي بقلبها قلت لهم حطوا لي إياها على جنب، أنا بس لشوف معدتي كيف أضيف عليها. فبلشت أضيف الخضرة شوي شوي، النودلز بعد منها، حتى اللحمة كانت كتير طيبة، بس شلت الفات كلياته من على الداير. أكلتها انبسطت، خفيفة طيبة، يعني كتير استمتعنا بالوجبة وكانت هيك سخنة وطيبة على المعدة. هلأ هون عم نتفتل ورجيكم شو موجود بهالمول. الطابق الأول كان عبارة عن تلكون مطاعم وأكل، الطابق الثاني فيه ملابس. لفتني هذا المحل يلي هو عبارة عن ملابس أفريقية، فحفوت أنا وياكم نعمل جولة نشوف الملابس الأفريقية وشو ممكن نلاقي. للصراحة أنا ما اشتريت شيء، لأنه أنا وقت اللي بشتري هيك شغلات ببصي عليها من أفريقيا نفسها، يعني بتجي سبيشال أوردر لإلي. ويلي متابعني على الفيسبوك على الفيسبوك تحديداً بلاحظ أنه أنا اللبس الأفريقي تبعي كلياته
يعني مصمم لإلي، يعني ما لقيت منه بالأسواق. فهلأ هون حورجيكم أنا شو تفرجت وشو شفت. للصراحة الأسعار جدا غالية، يعني بتصور هذا الفستان يمكن 360 دولار، يعني أنا ما حلوم عليهم لأنه الاستيراد جدا غالي. وهو للصراحة اللبس الأفريقي جدا حلو ومميز، يعني ما في أجمل من هيك. بتحسوا حالكم كأنكم للنساء كأنكم ملكات مميزات بهذا اللبس الحلو والألوان الحلوة والقماش يلي بيكون نوعا ما واقف شوي. شوفوا الشناتي كمان وأشكالهم، يعني للصراحة ما في أجمل من هيك. ما استحليت شيء أنا لأنه الحمد لله يعني مالي محرومة شيء، ومثل ما خبرتكم أني أنا بجيب اللبس تبعي من أفريقيا نفسها، يعني أنا ما بجيبه من محلات اللي هون. بس حبيت أني هيك ورجيكم شو ممكن تلاقوا إذا أنتوا حبيتوا يعني تستحلوا شيء شغلة. الألوان القصات رائعة، ما في أجمل من هيك. وهي عم بورجيكم ياهن هون حتى المودلز وهالقصص لابسين منهم. هلأ هون عم بورجيكم انه مزينين الحائط المول، طبعا عاملينه من قرنة لقرنة هيك صور وشغلات، يعني هيك شي ملفت. وبحطوا شغلات تاريخية، أحياناً بحطوا التواريخ عليها، شخصيات بارزة، يعني هذا المحل كتير هيك حاطين فيه كل شيء حلو ومرتب. يعني أنا على اعتبار إنه الرحلة صار لها زمان، فعم حاول استرجع إني أنا شو شفت بهالرحلة. بس المفروض يعني أنا بشوف ناس اللي بينشروا كل يوم إنه بيضلوا متذكرين إنه هالرحلة عملنا هيك وساوينا هيك وبطخنا هيك، بس يعني أحياناً الواحد وظروفه. طبعا بدي نوه انه هون في طبعا ناس كتير بتحب هاي الازياء، بيعملوا مهرجانات كتير حلوة، وبتلاقي هالنسوان وحتى الرجال بيتسابقوا لحتى يلبسوا احلى اللبس واحلى الالوان. حضرت كذا ايفنت هون افريقي، يعني فعلا شي حلو فعلا شي مرتب. والحلو انه بيوفروا لكم احيانا الملابس، يعني انكم تروحوا وتحضروا هيك مناسبات. طبعا بدي نوه انه انا كل مكان بروح عليه بحب اجيب منه سوفينير الي ولعائلتي، مشان كل ما اطلع بهالسوفينير اتذكر هالرحله وهيك الذكريات الحلوة يلي قضيتها. ولكن كمان وقت بوثقها بالفيديو وبرجع بشوفها من وقت للآخر، والأصدقاء بورجيهم الأماكن الجميلة، يعني إن حبوا يروحوا حبوا يشوفوا يضلوا يطلعوا يعرفوا كل بلد شو فيها. يعني تنظيم مساحة حلوة، ألوان جميلة، يعني شيء رائع وشيء خلاب. بس مثل ما خبرتكم أنا هذا السوق بس رحنا أكلنا وتفتنا فيه، أنا ما اشتريت منه شيء. ويعني لمعلومكم الحمد لله متوفر كل شيء، فأنا مو لازمني شيء، بس يعني الواحد بيحب يشوف منتجات البلد. أهل البلد كتير نايس وحبابين وهيك ملقاهم حلو وظراف، يعني كانت تجربة جدا جميلة وجدا رائعة، بنصح الكل إنهم يجربوها.
طبعا هذا المكان كان كله سياحي، طبعا العالم كلياتها من جورجيا تفكروا، من كل أنحاء العالم بتلاقيهم جايين. شفنا ناس من أوروبا، ناس من أستراليا، ناس من كندا، يعني كله جاية بس بده يكتشف ويزور هذا البلد الأكثر من رائع، جورجيا. يعني طبعا حبيت ألقط لكم بعض الصور التذكارية بأماكن جدا مميزة وحلوة. هذا مجسم المكان يلي نحنا كنت عم بحكي لكم عنه، هذا المول. يعني هاي أول ما صمموا البناء كان شكله هيك، ووقت طبقوه طبعا ورجيتكم اياه على أرض الواقع، مساحة مذهلة كبيرة. المكان فعلا مرتب وحلو، ويعني بنصح الكل إنه يروح ويتفرج على هذا البلد الجميل والرائع. وطبعا بدي أذكر على إنه هلأ كمان مبلشة الأولمبيا بفرنسا، صارت الأولمبيا بجورجيا، أتلانتا جورجيا بال96. يعني في مدينة رياضية كاملة كمان بهالبلد ومجهزة وكتير أكيد حلوة ومرتبة. وهي المول طبعا من جوا، يعني انا عم حاول اني ما ازعج الناس وانا عم صور، بس ورجيكم الازدحام ما شاء الله، والمطاعم كل انواع المطاعم موجودة هنيك، يعني شو بدكم الايطالي الكذا، بس يعني الواحد هو وشو جاي عباله. تجمع فعلا ظريف وحلو للاكل، ناس قلتلكن كتير ظراف وحلوين، اهل جورجيا والبلد رائعة. نوعا ما كانت شوي يعني شوي فيها حرارة، كانت أكثر من كولورادو، بس نحنا هاي الرحلة رحناها كانت طقس جدا جميل ورائع ومعتدل. هذا المحل كتير لفتني، محل أدوات منزلية بتنظيمه ديكوره، الألوان اللي موجودة فيه يعني كتير مرتب وكتير حلو. عملوا جولة معي وتفرجوا.
لقطات من الجولة اللي أنا عملتها، وهلأ رح أورجيكم بعض الصور المميزة اللي أنا التقطتها بالرحلة. منها هاي الصورة، وطبعا هاي الصورة أنا ما صورتها، بس زوجي لفتت له نظره فعلا سيارة حلوة وظريفة. ولكل رحلة نهاية، ولهون شارفت رحلتنا على نهايتها. وطبعا نحن هون عم ننتظر بالمطار، بس بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بفيديو اليوم وبكل الفيديوهات يلي انا قدمت لكم اياها. ان شاء الله بوعدكم فيديوهات مميزة ورحلات جميلة وحلوة. وعم فكر اعمل لي هيك فيديو مميز عن الطبخ، يعني اكيد انا عم بطبخ بالبيت، بس يعني وقت الواحد بيكون مسافر افضل اني ورجي الفيديوهات الخارجية. ان شاء الله يا ربي ايامكم كلياتها فرح وسعادة. بتمنى انه اكون على حسن ظنكم وتكونوا استمتعتوا وانبسطتوا بالفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتأكدوا انه انا قمر انتو ببالي على طول وبحبكم كتير. وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة وافكار جديدة وطبخات ونفخات والله اعلم. يلا الى اللقاء، باي باي.